يعني بالعيد دائما معروف هذه المعمول هو بيكون موجود على السفره وايضا الشوكولا. صحيح اكيد يعني بس فينا نقول انه الشوكولا اكثر يعني ايه ومين منا كمان ما بيحب الشوكولا. صحيح وشوي هيك يعني تكاليف المعمول صارت حتى لو بدك تسويه بالبيت هو صار شوي مرتفع. صحيح. فبيكون خيار الشوكولا يعني بديل لك. فينا نقول انه هو يعني محبب عند الكبار والصغار لانه هو بيعتبر يعني ماده اساسيه بكل المناسبات بكل الاعياد بكل الاحتفالات باعتباره يعني بحسن من المزاج بيعطي طاقه ايجابيه بيخلينا نشعر بالسعاده. لكن اليوم نرمين نحن بنلاحظ انه كثير من الشباب والصبايا عم يلجؤوا ليكونوا مشاريع خاصه فيهم. صحيح. لكن بنقول يمكن انه صناعه الشوكولا نوعا ما صعبه بحاجه لذوق اكثر لحتى يعني ترضي اذواق الناس. صحيح موضوع الشوكولا مو كل الاشخاص يعني بيحبوا او صعب ارضائهم بموضوع الشوكولا. اليوم ضيفتنا مميزه اكيد رح تعرف عليها اكثر. معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو نور سنبل صانعه شوكولا. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباحك وانتم بخير يا رب. اهلا وسهلا. اهلا فيك. كل عام وانت بالف خير ويسعد صباحك. شوكولا ما في احلى من هالمهنه الواحد. صحيح. يشتغل فيها. خبرينا عن مشروعك اللي بداتيه من حوالي 3 سنين تقريبا. طبعا. هلا انا بلشت مشروعي من 3 سنين ما كنت خاطر ببالي اصلا انه اعمل مشروع شوكولا. اختي قبلي بدوله ثانيه هي بلشت قبلي وعلمتني. فاخذت اول خطوه ما نجحت يعني باول مره وثاني مره لثالث مره الحمد لله يعني صرت انه لاقي حالي في نجاح. طورت حالي بكورسات. عملت كورس مع شيف بهولندا وعطاني شهاده عن كيفيه حشوات الشوكولا. كانت الكورسات اونلاين؟ اونلاين. تمام. رجعت بعدين عملت كورس مع شيف كمان بحلب عن صناعه الشوكولا، شو بتتكون الشوكولا، كيف بنقدر نصنعها، شو المراحل اللي بتمرق فيها الشوكولا اذا كان عندنا معمل او ورشه كبيره، لانه الشوكولا هي لها عده مراحل لتصير معنا شوكولا خام. فكل هدول تعلمتهم. حاولت اطور شوي شوي من حالي حتى عملت كثير افكار غريبه هلا يمكن نعرضهم على الشاشه. فالحمد لله يعني لقيت صدى كثير حلو وصار عندي زباين كثير و الحمد لله. صحيح يعني نحن بنشوف الشوكولا بشكل نهائي باشكال كثير عديده، لكن مثل ما ذكرتي انه في لها مراحل. اليوم خبرينا عن الخطوات. هلا الشوكولا بتمر بثلاث مراحل بثلاث الات هنين بتكون هي عباره عن بذور الكاكاو بيتم طحنها بعدين بنضيف لها حليب بودره مس الكاكاو بنضيف لها كثير قصص يعني هي بتخص الشوكولا لتطلع معنا خام. طبعا في عنا الشوكولا الحلوه الشوكولا المرة الشوكولا البيضاء كل وحده لها تعامل خاص. من بعد ما تصير خام عنا عمليه التيمبرينج اللي هي بنشتغل على حراره الشوكولا كرمال نصنعها بقوالب ما تسيخ لانه في عنا للشوكولا كمان انواع الشوكولا مع زبده الكاكاو لحالها هي بتكون افضل نوع. الشوكولا مع زبدة الكاكاو والزبدة البديلة هي بتكون يعني تعتبر صنف ثاني وعندنا الصنف الأخير هي جدا سيئة إنه الشوكولا مع زبدة بديلة فقط. هي اللي بنلاقيها إنه أحيانا على البسطات ما بتسيخ أو شيء هي بيكون لها معاملة كرمال هدول الأساس. طيب لما بتحكي نحكي عن صناعة الشوكولا يعني هي بدها كثير مقادير دقيقة مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي عن الشيء اللي تميزتي انت فيه يعني قديش حاولتي قديش مرقتي بالتجارب لحتى وصلتي لخلطة معينة هي خاصة فيك. تمام. هلا انا خبرتك انه اول شيء ما كنت ناجحة بالمشروع يعني الشوكولا بتحور احيانا بيختلف في الصيف عن الشتاء. بالشتاء كثير التعامل مع الشوكولا اسهل بالصيف صار عندنا بتعاملها مثل معاملة الطفل انا بقولها. حتى بنبه انه الزباين بيشتروا من عندي انه انا ببعتها ببوكس مفرز كيف لازم نتعامل معها وين تنحط مثلا ما بصير نحطها بالفريزا لازم تنحط بالبراد لانه بالفريزا بتصير لها حوار طبقه بيضاء منوصل يعني انه لها كثير تعامل خاص الشوكولا. فنحن انه على طول بخاف من هي المرحله يعني بامن انه الحمد لله وصلت تمام. ف اكيد يعني بيقولوا انه العين بتاكل قبل التم. احنا اليوم بنشوف كثير اشكال غريبه ومميزه لانواع الشوكولا. انت اليوم منين تستوحي افكارك؟ تمام. هلا دائما باي شغل بنشتغله لازم يكون عندنا انه نقوي نظرنا. فانا على طول مثلا افكاري احيانا بفتح صفحه بالخليج احيانا بروسيا احيانا باليابان يعني بتطلع افكار غريبه منهم مثلا عملت جرافيت شوكولا سيجار شوكولا لدرجه انه العالم فكروها سيجار حقيقي. احنا عملنا قالب وصبيناه انه بشكل يعني جبنا سيجار حقيقي وصبيناه ليطلع بنفس التفاصيل. عندي فك اسنان مثلا في مثلا قوالب جبتهم من كوريا لقدرت انه اعمل اشكال كثير غريبه. يعني عم تحكي عن الاشكال وطريقه التقديم كمان قديش مهمه. كانهم في مارشميلو او في ستيك مارشميلو مغطس بالشوكولا هي عملناها للعيد للاولاد بباكجينج معين عشان يلفت نظرهم حتى قلبها عيديه.
حلوين كثير امور. طيب خبرينا اكثر اليوم يعني اي مشروع او فكره او منتج هو بحاجه انه يكون في له تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، لما بلشتي كيف كان التسويق؟ خبرينا كيف كان اقبال الناس؟ تمام. هلا انا مهنتي الاساسيه حاليا انا مساعده مهندس عماره، بعدين اتجهت للسوشيال ميديا، فانا بشتغل تسويق صار لي تقريبا شي 7 سنين، فهذا اللي ساعدني انه اسوي صح الموضوع تماما، بالاضافه انه قدرت اوصل لفنانين عرب بسوريا، قدرت اوصل لمذيعين مهمين برا سوريا، خليت عالم يعني انه انا اللي خلاني اقوى اكثر بالتسويق لمين قدرت اوصل للعالم، انه مثلا نحن ذكرنا جوزيف عطيه، مروان خوري، المذيع مصطفى الاغا، فهذا اللي خلى انه العالم تيجي تشوف انه شو هي اللي عنده، انه شو هذا الشيء اللي عنده مميز عم تقدر توصل لهدول العالم يحكوا رايهم بشكل واضح، يعني لا مجامله ولا شيء، وفعليا الحمد لله انه قدرت اسوي صح. طب احكي لنا بعد هالخبره اللي صارت عندك، اكيد صرتي بتروحي على السوق وبتشوفي المنافسين اذا بدنا نقول طبعاً. شو عم يختاروا انواع ومثل شوكولا مثل كل اي صناعه دائما بيكون فيها تطوير يعني عن الشيء التقليدي. بالنسبه لمشروعك شو كنت عم تشتغلي به؟ هلا انا دائما كنت اختار الاصناف الاوليه بتكون صنف اول. هلا في كثير عاملين مشاريع وبالعكس انا بشجع، واحيانا بيجوا صبايا بكون عم يعملوا مشروع شوكولا بنصحهم انه شو نعمل شو نسوي، من وين مثلا عملتي العلب تبعك، كيف عم تختاري انواع الحشوه تبعك، بساعدهم ما عندي مشكله. فدائما بخبرهم انه حاولوا تنقوا مواد اوليه صنف اول، ما تتجهوا مثلا على الارخص. انا مرقت بمرحله الكورونا مثلا انه صار الوضع انه ما اقدر دائما جيب موادي الاوليه بشكل دائم، انه يقولوا لي غيري الطعمه غيري الصنف، انه جيبي صنف ثاني مخلوط كذا، قال لهم خلص تعودوا زبايني على هذا الصنف. من اول ما بلشت هلا الحمد لله يعني الكل بيشهد انه طعمه طب الحمد لله. تمام نور، يعني يمكن بتصنيع الشوكولا هو الاهم انه نحن نعرف الخلطه انت اللي اتبعتيها اليوم او يلي وصلتيها شو هي. هلا اهم شيء مثل ما قلت لك، هلا اذا بتذوقوا ان شاء الله بتعطونا رايكم، كثير عم جيب يعني عم تكون الخلطه كثير قريبه للنوتيلا الجالكسي، فهذا الشيء بيميز مشروعي. طيب خلينا نحكي هيك عن مراحل المشروع، يعني فينا نعتبر انه انت بغض النظر انه هو مشروع شوكولا مشروع صغير بلشتي فيه، اكيد في صعوبات بتمر على كل شخص، وانت هيك صبيه باول عمرك، خلينا نحكي شو ممكن تقدمي لكل الشباب نصيحه بهذا الموضوع. هلا اول شيء لو شلنا عادي نكمل، لانه ما في نجاح بيوصل للواحد بدون ما يفشل ابدا. هي واحد. اثنين يختاروا المواد صح. انا وقت بلشت كنت مبلشه بعلب يدويه عم تنصنع هاند ميد، شوي شوي صرت اتطور، هذا اللي ميزني كمان الحمد لله. يجربوا، ده الواحد عم يجرب. انا وصلت لمرحله يعني كنت ابكي انه ما في شيء عم يزبط معي، فاقول انه الحمد لله انه ان شاء الله رب العالمين معي انه انا رح اقدم لقدام. مين كان يساعدك يدقلك هدول الشغلات الطيبه بالبيت؟ شخص الزوار. اهلي ورفقاتي، يعني دائما انا اول ما بلشت صرت ذوق رفقاتي واهلي انه شو رايكم؟ شو نضيف؟ شو اعمل حشوه زياده؟ على طول يعطوني الاراء السلبي والايجابي، بالعكس انا كثير بحب حدا يعطيني انه حكي سلبي لانه بقدر طور اكثر، يعني حتى في زبائن احيانا يعطوني انه انتبهي في صار هاي القصه كذا، انا انبسط ما ازعل، يعني انه بالعكس انا بحب الشيء السلبي لاقدر طوره وما اخليه بمكاني. طب فينا نحكي مثلا ممكن تختلف معك كل طبخه شوي عن اللي قبلها ولا لا؟ هي دائما انت كيف بتبلشي معايير وحده؟ لا نفسها دائما انا بتكون اذا بدي غير رح تختلف طعمه الشوكولا عندي. فلساتني من اول ما بلشت لهلا نفسها. تمام. طيب خبرينا اكثر، شاركتي ببازارات معينه، شو اضاف هذا الشيء لشغلك؟ هلا للامانه انا شاركت بس مره بازار واحد، حسيته هو متعب وبده جهد كثير. هلا في كثير صبايا بيعملوا شوكولا وبيشاركوا ببازار، بس انا ما كثير تشجعت للامانه، عم ضل انه شغلي الاونلاين احسن لي بكثير. طيب حكينا هيك من شوي انه بالعيد هو المعمول الطبق الاساسي بيكون حتى المعمول صار عم يحطوه بقلبه شوكولا عم يغيره، ولكن شوي التكلفه صارت مرتفعه فالناس بتلجا للشوكولا اكثر، يعني بهذا الفصل يعني فينا نقول بالربيع وبالصيف شو هي الحشوات الاكثر بتكون يعني؟ هلا اكثر شيء بينصلب سواء بالصيف، هلا انا في شغله عاملتها جديده هي كرت العرس، كرت عرس من الشوكولا، هذا بالصيف بتعرفوا موسم الاعراس فكثير بيجوا بيطلبوا عندي.
حتى زي احلى فكره يعني الواحد صحيح. دائما كرت العرس بيشوفه وبيحطه على جنب هذا بيتاكل. حتى بالاضافه هون مثل ما شايفين بعمل اسماء فكل يوم هو في عيد عيد ميلاد كذا يمكن اكل شيء دارج هذا الموضوع ايه تمام انه نعمل اسم دايماً. الشخص او انه بيرثدي فهذا دائما عندي متوفر يعني دائما كل يوم في عيد ميلاد طيب. لانه فينا نحكي هي مثلا مثل هي العلبه اللي هون قديش بتستغرق وقت كيف مثلا اقترحتي الافكار لحتى تعمليها بهي الطريقه هلا العلبه يمكن يشوفوها جاهزه ما بتاخذ وقت احيانا بتاخذ معي ساعتين ثلاث ساعات لبين ما اطلع بهي العلبه يعني انه طلب واحد بياخذ وقت لانه قلت لك انه الشوكولا بتمر بعده مراحل في لها طلب كثير كانه من الناس ايه اليوم طبعا بأعياد الاسماء كثير لها طلب وانا بعمل لكل مناسبه شيء معين مثل ما هلا شفنا للعيد عاملين شيء عيد الفصح بنعمل شيء برمضان عندنا شيء مميز للعيد هلا شو عاملي هدول ايه هدول توزيع عيادي هدول. للاطفال عاملينهم حد بقلبهم عيديه فالحمد لله كان عندي اقبال هذا العيد عليهم كثير حلو خلينا نحكي ايضا انه كل حدا لما يوصل لمرحله بيحب يطور حاله اكثر ويطور مشروعه انت وصلتي لمرحله فينا نقول وصلتي لناس كثار ووصلتي لخلطه يعني اجمع الكل انه هي خلطه لذيذه شو عم تخططي لبعدين هلا ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا بالقريب العاجل هلا يمكن اول مره بحكي انه رح يكون في كورس عملنا في صبايا مثلي او شباب انا ما عندي هي اول مره بتعملي الكورس ايه طبعا لانه هو كان بده خبره وانا كنت ما فيني اعمله من اول ما بلشت يعني هون بدي اسالك يعني كثير من الصبايا وكثير من السيدات اليوم بحبوا يتعلموا صناعه الحلويات والشوكولا بس يمكن الشوكولا هو بده صناعته اصعب يعني طبعا فانت فعلا انت قادره اليوم تعلمي الناس ايه ان شاء الله بما انه انا صار معي شهاده قادره انه اعلم العالم صار معي خبره 3 سنين بعرف اتعامل مع جميع انواع الشوكولا حتى فيني حتى عطيهم كيف يفكروا صح لنعمل شيء مميز مثل ما حكيت انه انا عامله شغلات كثير مميزه كيف يقووا نظرهم وين يدوروا يعني ليعملوا مشروع لحالهم اكيد بدنا نتشكرك كثير صناعه الشوكولا نور سنبول ان شاء الله هيك بالايام الجايه نستضيفك بيكون في لك هيك براند باسمك ان شاء الله شكرا كثير اهلا وسهلا فيكي اهلا وسهلا فيكي ونورتينا